الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أيها الأحباب، تقبل الله منا ومنكم، كل عام أنتم بخير. هذه سنة الله عز وجل، تأتي الأيام وتفوت، يأتي رمضان ويعقبه العيد، وننتظر رمضان جديدا ثم يأتي ويفوت، وهكذا سنة الله تعالى في الأيام والأحوال والدول. وهذه سنة يتعلم منها المسلم أن البقاء لله تعالى وحده، وأن الدوام له جل وعلا. كما يتعلم المسلم أيها الأحبة أنه ينبغي عليه أن يكون على صلة دائمة بربه الذي خلقه فسواه وقدره وصوره وجمله وحسنه في أحسن تقويم، وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة. ينبغي على المسلم أن يكون دائم الاتصال بذي الجلال، لا في رمضان وحده، بل في كل الشهور ومختلف الأحوال. نقول هذا للذين يعمرون المساجد في رمضان، فإذا كان اليوم الأول من شوال قطعوا صلتهم بالله عز وجل، فلا المساجد عمروها، وربما جاءوا الجمعة على استحياء. وأذى من البلاء العظيم الذي أصيبت به أمة محمد في مقتل، إذ جئلت حقيقة دينها وحقيقة التعبد، ولم تعلم أن الله جل وعلا هو رب الشهور والأزمان، وأننا لا نعبد زمنا أبدا، وإنما نعبد الله عز وجل. فمن كان يعبد رمضان فإن رمضان يأتي ويفوت، ومن كان يعبد الله حقا فإن الله حي لا يموت. لا بد أن تستمر الطاعة، ولا بد أن تستمر العبادة، لا بد أن يستمر صوم النافلة، ولا بد أن تستمر قراءة القرآن، ولا بد أن تستمر صلاة الليل ولو ركعتين كل ليلة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، قبل النوم إن عجزنا عن القيام بعده، وكلما كان بعد نوم كان أولى قبل الفجر. أيها الأحبة الكرام، وليلة العيد والعيد له آدابه، فمن الآداب ليلة العيد أن نحييها ذكرا وتكبيرا وشكرا على نعمة مجيء العيد كجائزة بعد الصوم، كأنها المكافأة من الله سنية لعباده الذين صاموا أطاعوه وأجلوه وخافوه وعظموه، فكافأهم الله تعالى بأن جعل لهم العيد مكافأة سنية يفطرون بعدها فيستريحون من عناء الصوم ولأوائه، ثم هو أو هي مكافأة طيبة من الله تبارك وتعالى، حيث تعم الفرحة القلوب وتغمر الديار والشوارع والدروب، وتظهر على الوجوه والجسم كله، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. ومن آداب يوم العيد الاغتسال ولبس الجديد، والمشي للمصلى من طريق، والعودة من طريق أخرى، حتى تكتب الآثار ذاهبين وآيبين بالأبدان وبالهواتف وبكل وسائل الاتصال المشروعة، لأن صلة الرحم فريضة من فرائض الدين، وقطع الرحم جريمة استدعت اللعنة. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أيها الإخوة، بارك الله مسعاكم وسدد الله خطاكم مكروه، وأن ييسر فيه كل عسير، إن ربنا على ذلك قدير. تقبل الله منا ومنكم، وصلى الله على نبينا.